اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم من شويه ان طبعا ضخ دماء جديده في الاتحادات بفكر جديد الحقيقه بيعمل طفره. كنا بنتكلم مع الدكتور ايهاب امين في الجمباز، اتكلمنا على اتحاد كره الطائره، اتكلمنا على اتحادات ناجحه. من ضمن الاتحادات اللي الحقيقه يعني بتحاول تعمل حاجه، طبعا لسه بتبتدي بدايه الطريق والمشوار، وهي احد الرياضات المهمه بالنسبه لنا جدا في الاولمبياد، وهو اتحاد الجودو. اتحاد الجودو بيرأسه الكابتن مرزوق محمد. أعلن منذ أيام تعيين 3 لعيبة سابقين في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول. خبر يعني يحمل الكثير من المعاني. إيه اللي بيعمله كابتن يعني مرزوق؟ هو في 3 لعيبة اللي هم حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محي. 3 لعيبة ليهم، دول 3 لعيبة ليهم ثورات وجولات مع منتخبات مصر، عندهم على الشاشة، وسافروا وشاركوا أولمبياد، وشاركوا أيضا يعني في بطولات عالمية وكأس عالمي وما تعدش، وبطولات ودية والكلام ده كله. فالراجل قال لك فكره محترمه جدا، ليه ما اجيبش انا في الجهاز شباب مدربين شباب او لعيبه كان ليهم سابق خبرات، احطهم مع الجهاز الفني ينقلوا خبراتهم للعيبه، وانا لما لعيب بشوف حد قدامي عمل انجاز بتعلم منه، بيديني نصايح، بيبقى قريب مني في السن. فالحقيقه يعني كان قرار يعني جاي جدا، ومن قبليه كمان قرار احلى منه واحلى، واحنا اتكلمنا عنه في البرنامج، وهو الاستعانه بكابتن محمد رشوان نجمنا العالمي الاولمبي كمستشار فني ومسؤول عن المنتخبات في الاتحاد المصري. وهو ده الكلام، الاتحاد لما يجمع أسرة اللعبة حواليه 100% وأنا مغمض كده هيبقى فيه إنجاز. وكان لازم يكون معانا عبر الهاتف الكابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو. أهلا بيك يا كابتن. ازيك كابتن هيثم، مساء حضرتك. كل التوفيق لحضرتك وللاتحاد المحترم اللي بيشتغل من أول يوم، وعايزين نعرف تعقيب حضرتك على القرار اللي حضرتك خدته بتعيين 3 لعيبه في الجهاز الفني للمنتخب. الاول انا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته ده، بجد حاجه تشرفني وانا سعيد جدا بمكالمه حضرتك دي. احنا دورنا في الاتحاد، احنا مش جايين عشان خاطر اللعيبه بس، احنا جايين عشان خاطر المنظومه كلها. انت حضرتك بتبني، مش بتبني اجيال للعيبه بس، انت عايز تبني اجيال من المدربين كمان. فانت لما فكرنا في الفكره احنا جايبين خبير روسي، هو راجل بطل اولمبي واخد فضه في اولمبياد وخمس ميداليات عالم وجراند بري وجراند سلام. فانا لما فكرت الفكره قلت طب احنا ليه اللعيبه بتاعنا الدوليين اللي لسه مبطلين فريش احنا ما نبتديش نزقهم من دلوقتي ان هم يكتسبوا الخبرات في الفتره اللي موجود بيها الخبير، عشان النقله اللي بعد كده ان هم اللي يتولوا اداره المنتخبات كلها. فهي الفكره جت من هنا. يعني يا كابتن معلش، حضرتك عينت مدير فني اجنبي كبير، يعني اسم كبير في الاولمبياد واسم كبير في بطولات العالم، يمكن ده خبر احنا كمان يعني بننفرد فيه، ان حضرتك بس مش بس بتفكر ان انت، لا ده انت بتعمل نهضه كمان على مستوى الفريق الاول. طبعا طبعا، اصل انا المدرب ده اهم عنصر عندي، المدرب ده هو اللي بيعلم الناس، هو اللي بيثقفهم، فانا لازم ابني المدرب عشان اللاعب نفسه لما يلاقي واقف على البساط الناس اللي بتعلمه اساطير وناس لسه رجليها كانت في الملعب من فتره ولسه لعبه بطولات عالم ولسه متابعين وناس معروفين بره، هو اللاعب نفسه هيبقى عنده قدوه يقتدي بيها. فهي دي الفكره، ان الناس اللي موجوده دي هي اللعيبه لسه كانت بتتفرج عليهم في بطوله عالم، محمد علي وحاتم ومحي لسه كانوا اي واحد فيهم بيلعب سيمي فاينل بطوله عالم، وناس كانت بتلعب في اولمبياد، فلما الاقيه واقف معاه على البساط وقادر يتمرن معاه وهو ابديتد لكل اللي بيحصل ولسه قادر يتعلم وقادر يثقف الموضوع. انا شايف ان احنا زي ما بنبني اجيال في المنتخب لازم كمان المدربين بتوعنا، ان احنا اللعيبه تحس ان هي اول ما بطلت ان بلدها لسه برضو بظهرها ومش سايباها ومجهودها ما راحش. فده كان هدف برضو. انا كابتن، انا عارف، انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، يعني بامانه ربنا يبارك لك. ليه؟ انت قبليها برضو من اسابيع اخذت قرار بتعيين الكابتن محمد رشوان نجمنا الكبير الاولمبي، النجم العالمي، العالمي الكبير جدا جدا. طبعا عينته طبعا مسؤول عن المنتخبات. اولا حضرتك جيت بسياسه جديده وهي ان انت تلم وتستفيد بكل عنصر في اللعبه، ما انتش قلقان من حاجه. يعني الجميل ان انت جبت اسامي واسامي كبيره، تعالوا يا جماعه مد ايديكم وشمروا وتعالوا نشتغل. الفكره كابتن ان انا عندي مبدا برضو، هو القوي بيجيب كل اللي حواليه اقوياء وما بيخافش من حد. الله ينور عليك يا كابتن. يعني انا ده مبدا بالنسبه لي، انا طول ما انا واثق في نفسي وانا مش خايف من حاجه فانا بجيب كل الناس اللي حواليا اقوياء. فانت جاي على منظومه كانت مهلهله والناس كلها بعيد والناس كلها بعدت عن الجودو، فانت لما تيجي تدور لما تبني جهاز منتخب، فما تيجي تحط على راس الجهاز كابتن محمد رشوان اسطوره وكلنا
العالم كله عرف يعني ايه اخلاق ويعني ايه احترام ويعني ايه احترام منافس، فانت مش هتلاقي غير كابتن رشوان تحطه صحيح على راس المنظومه وتبني تحتيه بقى الاجيال اللي هي لسه مبطلين، وتجيب حد ذو خبره زي الراجل اللي احنا جبناه ان هو يجي ويعمل ريفريش للمنظومه. فانت بدات صح، جبت في اللجان الفنيه الناس الكبار بتوع الجودو، جبت في لجنه الحكام جبت كابتن خالد انور ده مدير التحكيم في الاتحاد الافريقي، ما شاء الله فمنطقي ان انا اجيبه يبقى مدير التحكيم في مصر، مش معقول هيبقى هو مقدر صحيح بره وانا ما اقدروش داخل البلد. فانا صحيح ده منطقي عشان يحس بانتمائه، فانا لما لقيته هو مدير تحكيم افريقيا جبته مدير تحكيم مصر. فانت صحيح دلوقتي انت بقى عندك اوبشن ان بقى المدير التحكيم المصري هو مدير التحكيم الافريقي، فانت حكامك نفسهم بقى جواهم طمأنينة وعارفين ان هم في حد بيشجعهم وحد بيدعمهم وحد بيعمل لهم ابديت في كل حاجه. فاحنا ماشيين بالسياسه دي في كل اتجاهاتنا احنا. لا يا كابتن، ده انت كمان مش بس كده، يعني انا دايما بحب احط الضوء على الشخصيات القويه الجريئه زي حضرتك. يعني لما يجي لك دعوه من سفير اليابان في مصر وحضرتك تروح وتاخد معاك كل الناس حواليك، يعني واخد معاك كابتن محمد رشوان، واخد معاك الاتحاد بتاعك، واخد الدنيا ورايح تقابل معالي السفير عشان تشوف اوجه التعاون تمشي ازاي، فدي خبر برضه محتاجين تعليق حضرتك عليه. طبعا السفير يعني اول ما احنا جينا الراجل الصراحه بعت لي ايميل ويعني هناني وقال لي احنا سامعين ان اتحاد جديد وفكر جديد، فاحنا عايزين يعني لو تقبلوا العزومه بتاعتنا على العشاء. الراجل رحنا، فانا يعني رحت انا وكابتن رشوان وكابتن عصام النائب وكابتن طارق عز الدين العضو مجلس اداره، فاحنا رحنا الراجل استقبلنا استقبال حاجه محترمه وراقيه، حاجه محترمه جدا. والراجل قال انا يعني اللي انتوا عايزينه اي حاجه تحتاجوها احنا لازم يبقى في تعاون بيننا، لازم يبقى في تكامل بيننا وبين بعض. اللي انتوا عايزينه اطلبوه مني وانا هنفذه لكم. تاني يوم لقيت بعت لي دعوه تاني، عندهم هم في اليابان كده في مراسم زي حفله شاي كده، طريقه شاي معينه هم بيعملوها، فبيعملوا له حفله كبيره، لقيته بعت لي وبيدعيني تاني عنده في البيت. يعني الموضوع بقى بيننا ان هو بقى صداقه اكتر من هو شغل يعني. صحيح يا الحمد كابتن، لله يعني وعايز اقول لك الموضوع كابتن يعني بامانه، يعني ده هنلاقي ثماره ان شاء الله باذنك يا رب في باريس، وحتى لو بعد باريس انت يعني بالشكل ده اتصور ان شاء الله ربنا يوفقك. وخلي بالك يا كابتن انت يعني بتعمل تجربه جديده، يعني بتقول يا جماعه انا مش جاي قلقان من حاجه، انا مش باصص لكرسي ولا باصص لغيره، انا باصص ان انا عايز ارجع مصر تاني في الجود على منصات التتويج الاولمبيه. انت بتقول كده. انا حضرتك انا الهدف بتاعي مش باريس بس، انا هدف ان انا عايز اعمل ميداليه ان شاء الله في اولمبياد الشباب في السنغال في 2026، عايزين نعمل ميداليه في بطولات عالم شباب وناشئين. هو ده احنا بنبني جيل جديد يكمل معانا 10 12 سنه، مش هدفنا سنه او سنتين. انا لو جاي عايز اكسب النهارده ولا بكره هشتغل ان انا للنهارده وبكره، انا شغال لو انا مشيت بكره الناس تيجي تلاقي منظومه تكمل عليها بعد كده. صحيح يا كابتن. طب قول لي يا كابتن حضرتك، يعني ان شاء الله اخر الشهر انت يعني هتستقبل رئيس الاتحاد الدولي، الكلام ده صح؟ ان شاء الله في 31 مارس. برضو دي من الحاجات اللي انا شايفها حاجات كويسه جدا، صحيح. ان الراجل اول ما عرف ان احنا جينا بعت لي ايميل بارك لي وبيقول احنا في ظهركم واحنا اللي انتوا عايزينه. ولقيت بعد كده راح بعت لي قال لي انا جاي هزورك في مصر في 31 مارس. ورئيس الاتحاد الدولي بتاعنا ده حاجه كبيره جدا، ده حد قوي جدا في كل الاماكن اللي بيروحها. فالراجل ان هو يجي مصر، الراجل حابب يدعم مصر وحابب يدعمنا وحابب يدعم الجودو، فزيارته لمصر دي زياره مهمه جدا واحنا شغالين عليها من دلوقتي. وخطيبته كلمت سياده الوزير، وسياده الوزير قال ان هو هيستقبله بنفسه وبيعد للزياره من دلوقتي، وان شاء الله احنا بنرتب نستقبله استقبال. وعايزين وعد من حضرتك بقى ان شاء الله يا كابتن ان حضرتك تشرفنا في البرنامج، حضرتك ورئيس الاتحاد الدولي لما يتواجد هنا في مصر، ونحط الضوء طبعا على الزياره وجدول الاعمال. يعني عايزين وعد من حضرتك على الهوا كده ان انت تشرفنا في الاستوديو. ان شاء الله ده شرف ليا اكون موجود مع حضرتك ان شاء الله. وكمان خلينا برضو نتكلم عن باريس 24، هل عند حضرتك يعني تصور عام او خطه ماشي بيها؟ يعني انا متاكد ان في خطه طبعا، بس محتاجين حضرتك شايف ازاي ده، شايف الاستعدادات خلاص، خاصه ان احنا قدامنا بتاع سنتين او سنتين ونص يعني بحد اقصى على باريس 24. بص حضرتك احنا لما جينا اشتغلنا احنا برضو لازم نشتغل بطريقه علميه، فاحنا جايين الدنيا واقفه من بعد الاولمبياد عندنا في الجودو تماما، فاحنا جينا حطينا اول ستيب عشان خاطر نبدا فيها، عملنا بطوله الجمهوريه. قوه اي اتحاد من قوه الموسم المحلي بتاعه. صحيح.
لازم حضرتك لو في كرة القدم احنا كل ما الموسم المحلي بتاعنا بيبقى قوي المنتخبات عندنا هتبقى قوية. نعم احنا قلنا لازم نقوي الموسم المحلي بتاعنا. احنا شرطنا قبل بدء معسكرات المنتخب ان كل لعيبة المنتخب الاول لازم تلعب بطولة الجمهورية. فاحنا حطينا اول خطوة يوم 17/2 بطولة الجمهورية للدرجة الاولى. دي ممتاز. هتبقى من اقوى البطولات اللي هتتعمل في الموسم، والناس كلها دي هيتم باختيار المنتخب منها، ونبتدي بعديها نعسكر في المركز الاولمبي فترة اعداد لمدة اسبوعين، وبعد كده هنسافر لروسيا او جورجيا نعمل معسكر هناك، وهنلعب بعد كده بطولة اسمها جراند بري في جورجيا او في تركيا على حسب ما المدير الفني يختار. وبعد كده عندنا محطة مهمة جدا في بطولة افريقيا دي في اخر خمسة في الجزائر. نعم. وعندنا بعديها بطولة بحر ابيض في الجزائر في شهر 6، ويبتدي التأهيل بقى للاولمبيات من اول شهر 6. ما يعني شاء احنا الله. عندنا التأهيل هيبتدي في من اول شهر 6 في بطولة جراند سلام بتاع ديزلدورف في المانيا، ده هيبدأ التأهيل عندنا ان شاء الله. ما شاء وبعد الله. كده نتكلم. ما شاء الله، أجندة ممتلئة يعني، وبتمنى لك كل التوفيق كابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر شاشة قناة النادي الأهلي.